السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدين جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج، برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. النهاردة الحمد لله يعني المعزة ولدت، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. لسه هي والدة حالا، فادي شكل المعزة المولودة ميت، قولوا بسم الله ما شاء الله. معزة أنثى موجودة، هذه حتى هي لسه المعزة دي بتنزل اللي هو بواقي أو بواقي المشيمة اللي بتكون فيها المعزة الموجودة، تبدأ تنزل السوائل ديت اللي هو الإفرازات كانت في البطن في اللي هو الحمل بتاعها. دي بسم الله ما شاء الله. تربية المعز في المنزل سهلة جدا، إن أنت تقدر تربي المعز لو عندك سطح مفتوح، ان يكون فيه مكان فيه شمس ومنطقه مظلله او غرفه مظلله ان هم يباتوا فيها في الشتاء وفي الصيف، ان هي بتحميهم من اشعه الشمس. سهل جدا التربيه، ويكون عندنا مكان احنا بنزرع فيه او ان احنا عندنا ارض زراعيه تكون تسهل علينا، او لو مفيش ارض زراعيه هنعتمد على الحبوب. بس في الفترة الحالية الأسعار الأعلاف عالية، لازم نكون احنا بننتج الغذاء بتاع المعز عشان نقدر نوفر في التكلفة بتاعتنا، ان احنا ما نشتريش حاجة من بره. نزرع الذرة، نزرع البرسيم بالشكل ده علشان نوفر في التربية ويكون التكلفة بتاعتنا أقل. دي بسم الله ما شاء الله. فترة الحمل للمعز بتقعد حوالي 5 أشهر. 5 أشهر لازم تغذية المعز جيدا علشان المعز لما تولد يكون الطفل أو الجنين صغير المعز يكون بصحة جيدة. زي احنا شايفين ان هو بدأ دلوقتي يتعلم الوقوف، ان هو يقف كده. بسم الله ما شاء الله شكل المعزة الموجودة حاجة جميلة جدا. لما تكون انت بتربي وتيجي نتيجة تعبك طول السنة، انت تلاقي مثلا المعزة ولدت وصغير المعز اهوت لسه مولود، بسم الله ما شاء الله. هي بتبدأ هي تنظف المعز المولود، والمعز بيبدأ يقوم، وبعد كده في سبحان الله يعني لسه مولود ما يعرفش اي حاجة، يبدأ يتعلم ان هو يرضع وان هو يروح عشان ياكل. سبحان الله اهوت منظر جميل جدا، ان هو لسه ما عرفش اصلا مكان رضاعه فين، لسه مولود. سبحان الله يعني الامور هي دلوقتي هي مش بتدهوس عليه، لا ان هي بتحاول تتعدل ان هو يرضع. سبحان الله ان هو الماعز والحيوان لما تيجي تبص للحاجات ديت تتأمل تقول سبحان الله فعلا على الإنسان يعلم ما يعلم. والتربية بتاعتهم سهلة، فمن السهولة إن احنا نربي الماعز، حاجة جميلة جدا. وانت بتتغذى كمان على الماعز لما تكون انت الحاجة انت بتأكلها كويس وبتهتم بيها ويجيلك نتيجة كويسة منها، وان انت ما تشتريش لحمة او كيلو لحمة غالي دلوقتي. بس الكلام ده مش واحد مثلا في مدينة ان هو عايز يربي يشتري اعلاف والكلام ده كله، لا احنا بنتكلم على الناس اللي في الارياف ان هي بتمتلك ارض زراعية، ان هي تكون بتربي، او ان واحد يكون عنده ارض ويقدر يزرع فيها، او ان هو يكون من المدينة وعنده ارض زراعية ان هو مأجرها لحد، فتقدر تاخد خير الارض في تربية الماعز ويكون عندك كتير من الماعز. لو اول مره تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.